بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ووردبريس as a content management system بيديني نوعين من أنواع الوحدات اللي ممكن بيهم تبني your own website. تمام كده؟ ايه هما الوحدتين دول؟ الوحدة الأولى هي البوستس والوحدة الثانية هي البيجز. بلاش نقول أولى وثانية، يعني بنقول إن أنا عندي وحدتين بوستس وبيجز. تمام كده؟ جيد. ايه بقى الفروق ما بين البوستس والبيجز؟ الكلام ده تقطير نظري وهيتم التعامل بالظبط بشكل عملي في خلال ايه؟ السيريز اللي جاي من الحلقات، وهنبدأ ان شاء الله بإذن الله بالبوستس في الحلقة اللي جاية دايركتري على طول. لكن الأساس ده حبينا نحطه علشان نفرق بس ما بين يعني تدوينة بوست ويعني صفحة بيج، والاتنين من ضمن الوحدات اللي بتكون ويب سايت. طيب نبدأ بالبوستس أو التدوينات، اللي تفهموا من موضوع التدوينات إنها مور دايناميك شوية، وبإنها حاجات مش بتميل إنها تكون ستاتيك شوية زي موضوع البيج. طيب البوستس يا جماعة، أولا هي تايم سنسيتيف، هي حساسة لموضوع الوقت. ليه موضوع الوقت سنستيف فيها؟ لانك انت ممكن في يوم معين تكتب مجموعة من التدوينات، بعكس الصفحات اللي بتميل انها تكون ثابتة شوية. زي مثلا ايه؟ اديني مثال. مثلا لو انت عايز تكتب حاجة صفحة، ها، زي مثلا الاتصال بنا. صفحة الاتصال بنا دي انت مش بيهمك فيها الموضوع الوقت والتاريخ. ليه؟ لانها كده كده هتكون ثابتة طول الوقت وهتكتب فيها معلومات خاصة بالاتصال بيك. اما عن موضوع التدوينات، انت بتحاول مثلا تكتب مقالة معينة عن حدث حصل معين، مثلا قدوم شهر رمضان المعظم، وهتحاول تكتب في مجموعة من الحلقات المتتابعة عن اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم. فهنا بيفرق معاك مسألة انك تكتب في تاريخ معين. ليه؟ لان اليوزر هيحاول يعمل فلترة بعدين بالتاريخ ونقاط معينة. ده بالنسبة للجانب الأول، يعني ايه تايم سنستيف ويعني ايه تايم ليس في البيجز وفي البوستس. طيب بالنسبة للبوستس بيقول لك دي organized by categories or tags or date or an authors. ديت انت ممكن تنظم البوستس بطرق مختلفة، ومن ضمنها التصنيفات وتاجات وتواريخ والمؤلفين. في طرق مختلفة تقدر بيها تنظم التدوينات. فهمني؟ اديني مثال. اقول لك مثلا انت بتعمل ويب سايت عن التصوير، فروحت حطيت مجموعة من التدوينات، ها، مش الصفحات، مجموعة من التدوينات عن ايه؟ عن مثلا اساسيات التصوير. عملت كاتيجوري او تصنيف، وهنعرف يعني كاتيجوري يعني تاج والكلام الجميل ده. عملت مثلا كاتيجوري تصنيفة عن اساسيات التصوير، حطيت تحت منها مجموعة من التدوينات خاصة باساسيات التصوير. بعدين رحت عامل كاتيجوري تانية عن التصوير الاحترافي، ورحت حطيت فيها مجموعة من التدوينات عن التصوير الاحترافي. انت كده بتعمل اورجانيزنج للبوست تبعك. عايز التدوينة دي تتحط في المكان ده مش في المكان ده، او التدوينة دي تتحط هنا وهنا وهنا وهنا، الامر يرجع الك. اما عن البيجز بقى، فدي بيقول لك بتستخدم الترتيب الهرمي. ها، ايوه كده. يعني ايه ترتيب هرمي؟ يعني مثلا هتعمل منيو دي هتسميها الوحده الاولى. الوحده الاولى دي صفحه، ها، الوحده الاولى دي جوه منها الدرس الاول والثاني والثالث، دول مجموعه من الصفحات. هتضغط على الدرس الاول هتلاقي جوه منه النشاط الاول والثاني والثالث، مثلا دول مجموعه من الصفحات الفرعيه. اهو انت مشيت في تسلسل هرمي، وده اللي بيحصل في البيجز. تمام. طيب النقطة الثالثة accessible from multiple places. البوستس بتتزار من أماكن مختلفة. نفس السيناريو بيحصل، إنك ممكن تمانجها أو تضيف لها حاجات مختلفة. أنا قلت من شوية مثلا أنت ممكن تعملها في كاتيجوري يعني تصنيفة. طب بلاش كاتيجوري، ممكن تعمل حاجة اسمها تاجز، وهنعرف يعني تاجز. بلاش دي، انت ممكن تعمل تصنيفة. انت ممكن بمجرد ما انك تضغط ضغطة واحدة بس على الاوثر، على مؤلف، يجيب لك كل التدوينات الخاصة به هو. انت ممكن تعمل ارشفة لكل التدوينات بالتاريخ. يعني انت ممكن توصل للتدوينات بطرق مختلفة من اماكن مختلفة، ومن ضمنها الكاتيجوريز والتاجز والديتس والاوثرز والارشيف والكلاود
بليس والكلام ديت. اما عن البيجز بقى، البيجز انت اللي بتبنيها، انت اللي بتبنيها مش بس كده، وانت اللي بتدي لها اللينكات. يعني وقت ما انت عايز لينك معين يوديك لمكان معين سواء انترنال او اكسترنال، انت اللي بتعمل الكلام ده، وده اللي احنا هنحاول نوصله ان شاء الله باذن الله في السيريز اللي جاي. طيب البوستس بقى فيزابل ان ار اس اس، ده نظرا لان هي دايناميك. عارف انت لما تحب تطلع حاجه جديده في الويب سايت تبعك اعمل بوست كده يعني. اما عن البيجز فدي نوت فيزابل ان ار اس اس، مش دي مش ابديتد يا جماعه، يعني دي مش بتتحرر لان المحتوى بتاعها دايما بيكون ستاتيك، ثابت شويه. ها تمام كده. يعني لما تحب مثلا تعمل صفحه معلومات ما فيهاش معلومات راح يتعمل لها ابديتنج الحل بتاعك في البيجز. لما بتحب تعمل حاجات ليها دخل بالتحديثات والكلام الارتكلز ومقالات، ده ليه دخل بالبوستس. فهمنا القصة دي؟ ده مثلا باب من ضمن الأبواب. ندي مثال، لو أنت الأمر أشبه بأن أنت معاك مجلة، المجلة دي بيكون فيها حاجات دايما استاتيك، كلمة رئيس العدد دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتكون ثابتة، لكن مثلا في أفرع بتكون بتتغير مختلفة بين كل فترة والتانية، يجيبوا لقاء مع فنان والفنان يتغير والفنان يقول كلمته والكلام ده، ده نفس السيناريو بتاع البوستس يا جماعة. هنحاول نحاكي الكلام ده إن شاء الله بإذن الله في التطبيق العملي مع البوستس والبيجس، ونبدأ إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية بالبوستس. ما تنسونا من صالح الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.